سعيد شوقي. ايه عايز ايه؟ لا لا مفيش حاجه مفيش حاجه. لا لا مفيش حاجه مفيش حاجه. سعيد شوقي انتوا افندم التدريبات فين بالظبط؟ في حاجه يا استاذ؟ لا مفيش حاجه مفيش حاجه. انا يا راجل سعيد شوقي سعيد شوقي، انا استاذ الحشرات في قسم المكعبات في جامعه اسوان بالمعادي. سعيد شوقي سعيد شوقي سعيد شوقي سعيد شوقي. سعيد شوقي. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه يعني؟ انت مش قلت سعيد شوقي خلاص خلصنا، ايه سعيد شوقي ده يعني؟ لا خلاص. عايز افهم خلاص مش فاهمني ايه سعيد شوقي؟ لا ده انا في النضاره بس ما بعرفش اعمل. طب سعيد شوقي. لا انت لا. سعيد شوقي. حصل لنا الشرف، في حاجه؟ مفيش حاجه. ايه ده انت هتعملي ايه؟ الله، انت مش عزمتني على الشاي عندك؟ ايوه يا فندم انا تحت وعد يعني، بس المفروض انزل بس اشغل البواب شويه لان غتت وسائل، وبعدين هطلع انا وبعدين اشاور لك اذا كانش فيها احراج يعني. انا مش شايفه المساله مش سهله ده كله يعني، اذا كان الشاي هيعمل كل المشاكل دي خلاص امشي. لا تمشي ازاي؟ ده انا ما صدقت لقيتك. هي طالعه بس طالعه وهشاور لك وعلى طول سيادتك تيجي على اذنك. اتفضل. تعالى زين تعالى. ايوه وما خيرك تعالى. عايزك دلوقتي انت بتبص على ايه؟ بتبص على ايه؟ تعالى هنا. عايز بتبص على ايه؟ بص ليا. عايزك تجيب لي شويه حاجات بناتي تحت امر، شويه تفاح بناتي على شويه عنب بناتي على 2 كيلو تين شوكي بناتي، واخد بالك؟ وتجيبهم وتجي لي اوامرك. مالك في ايه؟ بتبص لي كده ليه يا ابني؟ في ايه؟ الحاجات اللي انت بتطلبها دي مش اوانها خالص. لا اوانها. تعالى بقول لك ايه؟ اوانها اوانها. انا عايز اي حاجه من غير بيز. هجيب لك بطيخ بناتي. هو البطيخ البناتي ده اللي انت هتغيب فيه قوي لغايه ما تجيبه. بقول لك ايه؟ اتكل على الله جيب لي بطيخ بقى. ها؟ جيب لي بطيخ. ايه يا منتن؟ ايه يا منتن؟ اطلع يلا يا محروس بقى ما تضيعش وقتي. حمامه ده انا هقصف لك جناحاتك دي والله. الحمد لله على السلامة. متشكرين يا رجالة، ألف شكر يا رجالة. ولاد اوعوا تنزلوا من العربية، أنا هطلع قبليكوا عشان أعمل مفاجأة لبابا.
الحديث بقى شويه كولونيا عشان القعده تحلو. نورتي قوي ما شاء الله. انا اسعد انسان في العالم. ارجو لا مفيش حاجه. ارجو ان الزياره دي ما تكونش ازعجتك، بس انت اللي اصريت. بالعكس، ده انا طول عمري عاوز اقعد معاكي قعده رومانتيكيه نتبادل فيها الحديث. امال المدام بتاعتك فين؟ انا شايفه في ايدك تبلع. يا قويه الملاحظه، برافو عليك والله. انا فعلا كنت متجوز لكن توفيت. ما تزعليش، انا مش زعلان، انت تزعلي ليه؟ توفيت في اسوان بنصيف وبنتزحلق على جبل الجليد، فجاه اتكعبلت في مناخيرها، نزلت كتله بشريه اتزحلقت من على الجبل، كلت 13 معاها تحت. اوه، وبقوا يشيلوا الجثث من تحت الانقاض. والله ما تزعليش، زعلانه ليه؟ انا ارتحت، انا ارتحت خلاص. يا كانت اكبر غلطه في حياتي. ويا ترى ما فكرتش تتجوز تاني؟ الحقيقه التجربه الاولانيه كانت صعبه قوي، كانت مريره، كانت كلها عذاب. المرحوم الله يرحمها كانت تيب غير تيبي خالص، تيبين مختلفين. انا شاعري ورقيق وناعم، وهي عكس ذلك. ولذلك من يوم ما ربنا خدها وانا وحدني. بس راجل زيك مليان مشاعر وجاذبيه، حرام انه يعيش عازب. فعلا زي ما بتقولي، انا جذاب وشاعري، محروس البواب دايما يقولي كده وانا نازل. انا من يوم المرحومة ما ماتت ما بفكرش في الجواز خالص، لكن يظهر اني هبدأ افكر. معقولة يا سعيد؟ يعني انت لقيت الانسانة اللي هتسعدك؟ اكيد، ويمكن الانسانة دي واقفة قدامي دلوقتي. ايه؟ يعني انت بتتكلم علي انا؟ يعني قصدك ان انا وانت نتجوز؟ قولي لا، انا شايف ان انت الانسانه اللي هتقدري تساعديني واطمن لما اكتب لك كل ثروتي. انا مش مصدقه نفسي، مش ممكن. طب هتيجي تكلم بابي انت؟ لا ايه، مش مصدقه نفسك ليه؟ مالك مضطربه كده ولفيتي لفتين؟ ايه، حاجه بسيطه جدا، وهاجي لابوك ان شاء الله. انت هاجي له قريب ان شاء الله، هخلي رئيس مجلس الاداره بتاع المكتب بتاعي يضرب له تليفون، وبعد كده على طول هبعت لكم وفد يتفق مع العيله ان شاء الله باذن الله. مش مصدقه نفسي، بس انا بقى عندي شرط واحد. قولي. انا عايزه شقه انا وانت بس، مش عايزه اي حاجه تفكرك بالمرحوم. والله لك حق، انا كمان مش عاوزه اتذكر اي ذكريات. انا ما اعرفش، لما افتكرها كده احس ان في كابوس كابس على كتافي. يا نسيت اعمل لك الشاي. لا لا، مش عايزه اتعبك. اتعب؟ ده انا كل فداكي. ارجوكي ثانيتين بس هعمل لك الشاي واجي. اوكي اوكي. المرحومة مراته. مين يا شابة؟ أنا
قربته. ما عرفته يعني، ما عرفته. وايه اللي جايبك هنا؟ كنت جايبه اجيب له عيش. لا لا، كنت بطمن عليه، اصل عيان. عيان؟ بزوره. بتزوريه عشان عيان؟ امال ايه حكايه الجواز اللي كنت عمالين تتكلموا فيها دي؟ لا لا، ده واحد صاحبه كان عايز عروسه، وبعدين هو قال لي، فانا جيت له بس. انطقي، يعني مفيش حاجه بينك وبينه؟ حاجه ايه؟ لا لا ابدا، مفيش بيني وبينه اي حاجه. بس تعرفي يا سوسن، انا ما كنتش متاكد انك هتوافقي على موضوع الجواز ده. جواز ايه؟ جواز ايه؟ ايه اللي جواز ايه؟ خبر ايه يا حبيبتي؟ انت لحقتي تمشي ولا لسه مش مصدقه نفسك؟ يا كدابه، يعني كنتوا هتتجوزوا؟ لا 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 لا، هو اللي كان هيتجوز، انا مش هتجوز ابدا. يا سلام، يعني كان هيتجوز روحه؟ يلا الشاي جاهز اهو يا حبيبتي، جهزي بقك. امشي روحي اقعدي، واوعي تخليه يحس بحاجه، فاهمه؟ والا بالليل حاجاتلك. امشي. احلى شاي، الاجمل عروسه. اتفضلي يا قمر، اتفضلي. مش هشرب شاي، مش هقدر، مش عايزه، انا همشي دلوقتي. ليه تمشي ليه؟ ده احنا لسه ما كلمناش. معلش مش هينفع، اصلي مخنوقه وعندي صداع ومكتئبه وحاسه بهبوط وكده. الله، لا لا ليه ليه، احنا لسه ما كلمناش، استني بس. معلش مش قادره، مش قادره، حاسه زي ما يكون في عفريت في البيت. ازاي؟ مش عارفه. عفريت ايه؟ مش فاهم. عفريت؟ عفريت ازاي يعني؟ شفت عفريت ازاي يعني؟ حاسه كده ان في حاجه مش طبيعيه في البيت. انا همشي دلوقتي. طب استني. الله، مقبوط، والله مقبوط. طبقت زيي صح؟ ما اعرفش الريحه نفسها. ما انا عايش فيها. في ريحه فيها. لا يا شيخه، اقعد، انا هجيب لك بطيخه. بناتي حلوه. شيخه ايه بس؟ والله افتح دلوقتي. سيبني امشي. الاضرار تبقى اقل غرزه او غرزتين، مش مشكله. ايه غرزه ولا غرزتين؟ بتتكلمي على ايه؟ اسمع بس، سيبني امشي. عفريت مين اللي انت شفتيه؟ عفريت، والله شفت عفريت. انا شفت عفريت. ايوه عفريت. مين؟ بابا ولادي اسكتي، ما انا عرفت العفريت. انا مرحومه يا سعيد، انا بتتمنى لي الموت يا سعيد. الشر عليك يا لطيف، هذا الشر عليك يا لطيف. ان ما وريتك. عارف يا سعيد ال 13 بتوع اسوان اللي وقعت عليهم في الحلم؟ ايوه يا عينيا، دلوقتي حالا هخليهم 14. عارف ليه؟ ليه؟ عشان ابقى الارمله مش المرحومه. تعال يا سعيد. ايوه عيال. ايوه قعدوها. ايوه عارفين مين دي؟ دي اللي كانت عايزه تتجوز ابوكو. لا لا لا، ماما فاهمه غلط، ده انا بشتغل دكتوره، وكنت جايه اكشف على بابا عشان كان بابا عيان. دكتوره يا عينيا، الدكتوره يا دكتوره. اشرح عدل المصلى على والله. لا اعور عيال. يلا عليها. لا ما فيش شفقه ولا رحمه، خلوا حته، كل حته فيها قد كده. 40 جرام يا قدري سعيد. يا خاطري قوم. يا خاطري قوم يا سعيد. ايوه يا رطيب. اعمل فيك ايه؟ انا راضيه بحكمك. بحكمك؟ تاخدي دراع؟ لا ما يكفنيش. شكلي ورك. ورك؟ لا دراع ولا ورك. يا ماما وراها يا عيال. سعيد انت ما تحبيش لحمه الراس؟ راس؟ لا انا ما يكفنيش فيك كلك. هكسر عظامك، هطحنها طحن واحطها في قبه واعلقها في البلكونه. عبرة يا سعيد لكل الرجالة. ديمتري شوفني، بكسف ديمتري. ديمتري يا ناس، يا ناس، يا ديمتري، يا ديمتري، يا ديمتري، يا ديمتري. محروس، بقول لك ايه يا سعادة البيه، انا ما لقيتلكش عنب بلاتي، جبت لك عنب صبياني يمشي. عنب ايه صبياني وبلاتي؟ بلغ بوليس النجدة. خير يا باشا؟ قول لهم في جريمة في الحي الهادي. قول لهم الست اللي كانت دراع جوزها وصلت. قول لهم السلعوة جت تاني المنطقة.
قول لهم ال 30 يوم عدوا بسرعه ما حسيتش بيهم. وادي يوم وقع 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 بس الجيات كتير رقصني يا جدع يا جدع يا جدع الطبل والبزمير. سلام مربع ومدلع للعزوبية قسموا لعلع لولعلع للحرية. سلام مربع ومدلع للعزوبية قسموا لعلع لولعلع لحد الناس علينا وانا مالي ايه يا معلم استنجلينا. ما الدنيا حلوة ايه الدنيا يا دوب يومين المانع يبقوا تلاتة كل من عشاق مجانين والهوى سكر نباتة لحد الناس علينا وانا مالي ايه يا عقل استنجلينا. بالدنيا حلوة ايه وانا فل وفي التمام وسلامي للمدام سلامي للمدام سلامه للمدام وسلامه للمدام. وان كان اليوم وقع بكرة الجيات كتير بكرة الجيات كتير بكرة الجيات كتير بكرة الجيات كتير. We should fly.